فهو فلا خالق غيره ولا رب سواه. المستحق لجميع انواع العبادة ولذا رضى ان لا نعبد الا اياه، ذلك لان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، فان الله هو العلي الكبير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والارض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وامره، هو الاول فلا شيء قبله، وهو الاخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه عن هذه الامه، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل ربه حتى اجاب منادله، وعاش طوال ايامه ولياليه يمشي على شوك الاسى ويخطو على جمر الكنز والعمل، يلتمس الطريق لهدايه الضالين وارشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وامن الخالق وطمأن الخلق، ونشر اضواء الحق والخير والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فمرحبا بكم احبتي في الله، ومع الدرس الخامس من دروس سوره الشمر والعذاب سوره النور، وما زلنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن الضمانات الوقائيه التي وضعها الاسلام العظيم حمايه لافراده من الوقوع في الفاحشه والعياذ بالله. ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الضمان الثاني، الا وهو تحريم التبرج وضرب الحجاب، وقلنا بان الاسلام يهدف الى اقامه مجتمع طاهر نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظه، ولا تستثار فيه دوافع اللحم والدم في كل حين، لان عمليات الاستثاره المستمره تنتهي الى شعار شهواني لا ينقطع ولا يرتوي، واللحم العالي والسنة المتبرجة والرائحة المؤثرة والنظرة المعثرة والمشية المتكسرة، كلها من الاشياء التي تثير الشهوة وتعزز نور الفتنة والهوى. لذا ايها الاحبة، ومن هنا ايها الاحباب، حرم الاسلام التبرج وضرب الحجاب على المرأة المسلمة. لماذا؟ ينبغي ان تعلم المسلمة وان يعلم الناس جميعا ان الاسلام ما فرض هذه الضوابط على المرأة المسلمة في ملبسها وزينتها وعلاقتها بالرجال الا لقيامتها والا لحمايتها من عبث العابدين ونزول الماجنين، والا لتكون المرأة المسلمة الضرة المسؤولة وكاللؤلؤة المدمونة التي لا تصل اليها الايدي الآثمة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن التبرج وعن مظاهره وعن خطورته، ولقائنا اليوم عن الشق الثاني من الضمان الثاني، الا وهو فرض الحجاب على المرأة المسلمة. وحتى لا ينسحب وساط الوقت من سحب اقدامنا،
فسوف أوضح الحديث مع حضراتكم في أربعة عناصر. أولا الحجاب لغة وشرعا، ثانيا الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب، ثالثا شروط الحجاب الشرعي، رابعا شبهات والرد عليها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصلاة والإخلاص والتوفيق. أولا الحجاب لغة وشرعا. أحبتي في الله، الحجاب جمع الرجل ومعناه لغة يدور بين الستر والمنع، لذا يقال للستر الذي يحول بين الشيئين حجاب لأنه يمنع الرؤية بينهما، ولذا يقال لحجاب المرأة حجاب وسمي حجاب المرأة حجابا لأنه يستر المرأة عن الرؤية ويمنع الرجال أن يشاهدوا أو أن ينظروا إلى المرأة. ووردت لفظة الحجاب في القرآن في ثمانية مواضع وكلها تدور حول هذا المعنى، حول معنى الستر وحول معنى المنع، كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف وبينهما حجاب، أي بينهما سور يمنع الرؤية أو حاجز يمنع الرؤية، وكما قال الله جل وعلا حتى توارت بالحجاب أي حتى منعت أو حتى منعت هذه الحلول من الرؤية وأصبحت لا ترى، وكما قال الله جل وعلا فاتخذت من دونه حجابا على مريم عليه السلام أي اكتبرت مريم بكتاب عن أعين الرجال، وكما قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أي من وراء ساتر أو حاجز أو حائل يمنع من رؤيتهن. إذن فالحجاب يدور بين معنى الستر والمنع، لذا يفهم المعنى الشرعي من هذه المعاني اللغوية لحجاب المرأة المسلمة بأنه الذي يحجب المرأة المسلمة عن نظر الرجال الأجانب، وله صور متعددة، صورة الأبدان وصورة الوجوه، أي حجاب الأبدان وحجاب الوجوه، للمرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب ببيتها بجدران البيت بالستائر الشميكة في داخل البيت، وللمرأة أن تحتجب بثيابها من رأسها إلى قدمها إذا ما خرجت من بيتها لحاجة ضرورية، لحاجة دينية أو لحاجة دنيوية، إذا خرجت وهذا جائز في حقها ولا إثم عليها خرجت بشروط الحجاب الشرعي التي سأبينها إن شاء الله جل وعلا مع غطاء الوجه بالحجاب أو الخمار أو النقاب، بالخمار أو النقاب، وهذا هو ما نسميه علماؤنا بحجاب الوجوه والخمار. انتبهوا معي لأن هناك خلطا بين هذه المعاني عند كثير من الناس. فالخمار عندنا مثلا يراد به الطرحة التي تلبسها المرأة على رأسها ويظهر منها الوجه، وهذا خطأ لغوي. ويقال للحجاب عندنا مثلا، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم في كتبه، قالوا بأن الحجاب هو الطرحة التي تلبسها المرأة على رأسها ويظهر منها الوجه أيضا، وهذا خطأ لغوي. فانتبهوا معي لنتعرف على معنى الخمار وعلى معنى النقاب حتى نضع النقط على الحروف من بداية هذا اللقاء. الخمار أيها الأحبة، ربما سيعلم ذلك لهذا أول مرة كثير من المسلمين والمسلمات، الخمار هو ما تخمر به المرأة وجهها، الخمار هو ما تخمر به المرأة وجهها. من أين لك بهذا التأويل والتفسير؟ من كتاب الله جل وعلا، ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال أئمة الهدى ومصابيح الدنيا عليهم رحمة الله. يقول الله تعالى: ويطرحن بخمرهن على جنوبهن. قال الحافظ ابن حجر إمام أهل الحديث، قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى: وسميت الخمر في تعريف الخمر، يقول في تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة، ومنه خمار المرأة، وهو الذي تخمر به المرأة وجهها،
حيث أغطي به المرأة وجهها. وأعظم دليل على صحة ذلك الكلام أيها الأحبة في الله ما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهل تريدون دليلا أوضح لهذا؟ هل تريدون دليلا أوضح من دليل ورد في حديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أتدرون ماذا قالت أمنا رضي الله عنها في حادثة الإسك؟ وتركت الحديث بالتفصيل في سورة الفجرات ولله الحمد والمنة. تقول السيدة عائشة لما رآها صفوان بن معاذ السلمي رضي الله عنه لما تخلفت عن الفلك ونامت وجاء صفوان فوقع عينه عليها وكان صفوان بن معطل يعرف السيدة عائشة رضي الله عنها لأنه كان قد رآها مرارا قبل نزول آية الحجاب. كان يعرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب. فلما رآها صفوان وعرفها استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى زوج نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم تخلفت عن البيت وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول سيدتنا عائشة فلما رآني عرفني وكان يعرفني قبل الحجاب فلما رآني استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها فاستيقظت باسترجاعه أي صحت سيدتنا عائشة على قيامته إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع ماذا قالت أمنا رضي الله عنها؟ قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي فخمرت وجهي بجلبابي. هذا هو معنى الخمار في حديث في الصحيحين. فماذا تريدون بعد ذلك من أدلة؟ قال فخمرت وجهي بجلبابي وفي رواية فسترت وجهي بجلبابي. خمار ويؤكد ذلك أيضا حديث قاتلة بنت المنذر رضي الله عنها ورحمه الله تعالى تقول كنا نخمر وجوهنا من الرجال في الإحرام مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وحديثها رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الحاكم في المسند وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجا وأقره الإمام الذهبي. إذن الخمار أيها الأحبة وما تخير به المرأة وجهها أي ما تغطي به المرأة وجهها. أما النقاب وهو حجاب للوجوه أيضا وسمي النقاب بالنقاب لوجود نقبين بمحاذاة العينين لتتعرف المرأة من خلال هذين النقبين على الطريق. ولكن ينبغي أن أنبه هنا إلى أمر خطير ألا وهو أن بعض المسلمات اللاتي يلبسن النقاب قد حول معه هو الآخر إلى مصدر فتنة وإغواء وإغراء. كيف ذلك؟ وسعت المرأة فتحة العين على وجهها فظهر من خلال هذه الفتحة حاجبها وظهر جزء كبير من وجنتيها وهذه هي الفتنة بعينها. ليس معنى أن كثيرا من النساء قد حولن النقاب إلى مصدر فتنة وإغراء وإغواء أن يقول بعدم شرعية النقاب. فليس معنى أن يختل المسلمون في تطبيق أمر أو في تطبيق جزء شرعي أن يلغي هذا الجزء، وإنما ينبغي أن يؤمر المسلمون بأن يردوا هذا الأمر إلى ما أراده الله وإلى ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المرأة التي انتخبت أن تغبر على قدر الرؤية وأن تغبر الفتحة لعينها لتتعرف من خلالها على الطريق، أما أن تتغنم في أن تغبر جمال عينها وقد امتلأت سحنة وامتلأت جمالا وفتنة وتأثيرا وظهر حاجبها وظهر جزء كبير من وجهها من وجنتيها وتدعي بأنها منتجلة فإنها هي خالعة أو مخدوعة. فينبغي أن تتوب وأن ترجع إلى الله جل وعلا وأن تتقي الله وأن تعلم
فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا هو الحمار وذاك هو النفاق. وهذا هو معنى الحجاب. إذا هناك حجاب من أبدان من وجوه العين من وراء ستارة سميكة أو من وراء جدار كما قال الله تعالى وإذا سألتموهن مناعا فاسألوهن من وراء حجاب. أو إذا خرجت المرأة من بيتها لحاجة دينية أو دنيوية فعليها أن تلبس الثياب من رأسها إلى قدمها وأن تغطي وجهها بالخمار أو النظر بالشروط والثوابت التي أشرت إليها آلهة. ثانيا الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب. أولا أدلة القرآن الدليل الأول آية الإبناء في سورة الأحزاب. ألا وحي قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهل تعرف ما غدا إلا من وجهها. ذلك أدنى أن يعرفنك لا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتبه معي ايها الاحبه وانتبه معي ايها الفضليات لنتعرف على هذه الايه وعلى ما تحمله من احكام عظيمه غابت عن كثير من المسلمين والمسلمات. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. اذا الامر هنا من الله جل وعلا لزوجات النبي الطاهرات وبنات النبي العزيزات وأخرى نساء المؤمنين الصالحات الغالبات. إذا ليس الأمر هنا خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحده كما هو واضح بمنطوق الآية ومفهومها أيضا. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية الإبناء أمر الله نساء المؤمنين. واختاروا هذا القول لابن عباس رضي الله عنه لأنه قد استني عليه قولا آخر وقد ادعي عليه ما لم يقل وهو بريء منه كما سنرى بالأدلة وبدون أهل الحديث إن شاء الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من ذمتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة قلت ليتعرفن بها على الطريق. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من ذمتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة أي لتتعرف بها على الطريق. وقال هذا الإسناد ويقوي هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال قلت لعبيدة السلماني. وعبيدة السلماني هو التابعي الجليل الفقيه العلم هو التابعي الفقيه الجليل العلم الذي آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم ينزل المدينة إلا بعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن عبيدة السلماني بالمدينة حتى توفاه الله جل وعلا. وأنا تعمدت أن أقول ذلك لتعلم أنه إن فسر عبيدة السلماني آية الإبناء تفسيرا عمليا فإنما هو يوثق حال نساء أصحاب النبي رضي الله عنهن جميعا يوثق ما كان عليه النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن سيرين سألت عبيدة السلماني عن معنى آية الإبناء أنا وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن. يقول ابن سيرين فقال عبيدة بتوبيخها هكذا تغطى وجهه بثوبه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه توبيخ عملي من تابعي جليلا عاش في
مدينة من الله من عهد عمر بن الخطاب الى ان مات رحمه الله. فقال بتوبه هكذا، فغطى رأسه ووجهه بتوبه وأبرز الثوب عن احدى عينيه. وشو عمله؟ نهاية الإجماع. والله إنه من أعظم الأدلة، من تابعين ورعى ما كان عليه النساء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من تلابيبهن. وقال الامام الفخر الرازي رحمه الله تعالى، قال في تفسير هذه الايه: وفي هذه الايه دلاله على ان المراه الشابه ماموره بستر وجهها عن الاجنبيين واظهار الستر والعفاف اذا خرجت لحاجه حتى لا يكن مع اهل الرياض فيهم. قول العلماء، ومن العلماء من يقول بأن الصحابيات رضي الله عنهم كن يخرجن كاشفات الوجوه، وهذا والله بهتان عظيم، لأن الوجه أيها الأحبة هو أصل الجمال في المرأة. وأنا أسألك بالله عليك أيها المسلم المسلم، لا اريد منك جوابا، وانما اريد ان تجيب انت بنفسك على نفسك في جلسة صدق ونحرة صدق مع الله جل وعلا. اسألك بالله عليك، لو ان شابا تقدم لخطبة الفتاة وقيل له لم ترى الفتاة الا في صورة من صورة، فقال الشاب ما هما؟ قالوا الحالة الاولى او الصورة الاولى ان تخرج لك الفتاة في كل زينتها وقد غطت وجهها، الغطت مدنها بالثياب وغطت وجهها الا انها من تحتها ومن تحت هذا الغطاء وضعت كل ما يمكن ان تضعه المرأة من جلد. سبحان الله، وما استفاد هذا المسلم ايضا؟ لا شيئا، ولا استفاد من ذلك من تلك السنن شيئا. تنزيل ما هي الصورة الثانية؟ قالوا الصورة الثانية هي ان تقف لك الفتاة من خلف نادمة وتنظر لك بوجه مبتسم وقد يتغطى كل البدن من خلف جدار هذه النادمة، بشرط ان تنظر الى وجه فقط. فبالله عليك ماذا يقول الشعر؟ هل يختار الحالة الاولى التي خرجت اليه فيها المرأة وقد تغطت من ثم رأسها الى اسنص قدمها وقد تغطى، ام انه يريد ان ينظر الى الوجه لانه هو عنوان الجمال الخلقي والطبيعي في الانسان، ومن خلاله يستطيع الانسان ان يبين الجمال والقبح والجمالة والنضارة. فيقول من ينظر، وهذا يحتاج الى دليل، يقول الاخ اريد الصورة الثانية والحالة الثانية، الا وهي ان ينظر الى وجه المرأة ليتعرف من خلال وجهها على جمالها وقبحها او جمالتها. هذا يحتاج الى دليل ايها الاحبة، وان كل من سجد لم يمل انفاقه في قلبه فيعمى بذلك عقله. سيقول هذا. اذا ايها الاحباب، الله تبارك وتعالى هنا يامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخدع مع زوجاته وبناته ونساء المؤمنين. ومن العلماء من قال بان الحكم هنا هنا خاص لزوجات النبي. قلت سبحان الله، قلت سبحان الله، كيف يكون الحكم خاصا بزوجات النبي وهو الله تبارك وتعالى يقول في نفس الايه ونساء المؤمنين؟ ويقول العلامه القراني الامين التنفيذي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية: وفي الآية قرينة واضحة على وجوب ستر الوجه. ما هي هذه القرينة؟ يقول هي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. ومعلوم وأن وجوب احتجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسترهن لوجوههن أمر لا نزاع فيه بين المسلمين. ووجوب احتجاب زوجات النبي وسترهن لوجوههن امر لا نزاع فيه بين المسلمين، فكيف تستقيم دعوى الحسن في الله لنساء النبي وحدهن؟ والله تعالى يقول في اخر الايه: ونساء المؤمنين.
وهذا واضح. وأنت في بلاد تقضي في هذه الآية لأن الموضوع طويل نسأل الله المباركة في الوقت. أما الدليل الثاني من الأدلة هو آية الحجاب في سورة الأحزاب أيضا. يقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ما هي العلة من فضل الأجل من الرجال والنساء؟ قال الله تعالى: الخالق وهو الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال جل وعلا: ذلكم حقها لقلوبكم وقلوبهم. ذلكم حقها لقلوبكم وقلوبهم. هذه هي آية الحجاب أيها الأحباب، وهي معنى واضح في وجود الحجاب للنساء عن الرجال. ولكن من العلماء ايضا من قال: وانا لله وانا اليه راجعون، بان هذه الايه خاصه بفرشات النبي صلى الله عليه وسلم وحده. قلت ان كانت الايه خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبب فهي عامة من جهة الأحكام، والقاعدة الأصولية تقول: إن العبرة بعموم النظم لا بخصوص السبب. إن العبرة بعموم النظم لا بخصوص السبب، ولو فهمنا كل أوامر القرآن هكذا، لأنه لو جاء أمر خاص لزوجات النبي إذا هو لزوجات النبي وحده، لو جاء أمر خاص للنبي إذا هو للنبي وحده دون سائر المؤمنين. لو كان الأمر كذلك لعطلنا معظم أوامر القرآن ومعظم نواهي القرآن. وبالله عليكم أيها الأحبة، هل تظنون أن الله جل وعلا لو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، الوقود عاقل لأنه لا يجب علينا أن نتقي الله، لأن الأمر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل لو أمر الله نبيه بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هل يقول عاقل لأنه لا يجب علينا أن نجاهد الكفار والمنافقين لأن الأمر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو امر الله المؤمنين بقوله: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم، هل يقول عاقل لانه يجوز لهم ان يدخلوا غير بيوت النبي من غير ان يؤذن لهم؟ لا، ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما قال به علماؤنا. فالحكم هنا ايها الاحباب، ان كانت الايات خاصة بزوجات النبي الطاهرات من ناحية السبب فهي عامة من ناحية الاحكام، والا فبالله عليكم اسألوني ما هي العلة في فرض الحجاب، فأجيب بان العلة بفرض الحجاب بنفس الآية هو قوله تعالى: ذلكم عامها لقلوبكم وقلوبهم. اتقول لمن هذا الامر؟ اتقول لمن هذا الامر؟ لنساء النبي الطاهرات، لأكثر نساء العالمين، ولأكثر نساء الدنيا. الملائكة بين في بيت النبوة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شربنا من نبع الوحي الجلال الصادق، وهن من هم؟ هن المطهرات من الشفاعه، المحرمات علينا بالنكاح، المنصفات بأنهن أمهات المؤمنين، يأمرهن الله بالحجاب حماية لقلوبهن وطهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن، أن يحرم عليهم نفاقهن كما نقول في غيرهن. وما نقول في غيرهن: المحللات لنا بالنكاح، المتطيع لهن اهل الشفاء، هل يجوز ان يخرجن او ان يكن شاذرات غير منتقبات وبارزات غير محجبات؟ ان دليل الاولويه في هذه الايه واضح وضوح الشمس في رابعه النهار، اذا امرت عائشه بالحجاب فهل يدرك غيرها؟ إذا أمرت حفصة بالحجاب طهارة لقلبها وهي حفصة فهل يدرك غيرها؟ أو فهل يدرك غيرها؟ إذا أمرت أم سلمة بالحجاب طهارة لقلبها فهل يدرك غيرها؟ إذا أمرت صالح وسيد وغيرهن رضي الله عنهن بالحجاب هل يدرك غيرهن؟
فهل نترك غيرها؟ اذا امرت سودة وزينب وغيرهم رضي الله عنهم بالحجاب هل نترك غيرهم؟ ان دليل الاولوية واضح في هذه الآية، وهذا المسلك في القرآن معلوم عند اهل الاصول بمسلك الايماء والتنبيه. ان الامر غير، ان الامر واضح، واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. الدليل الثالث ايها الاحباب هو الآية الحادية والثلاثون من سورة النور، وهي قول الله جل وعلا: وهن المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن واعلم ما يخفين من زينتهن. العلماء من هذه الآية بثلاث مواضع. أما الموضع الأول هو قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أعيرون القلوب والأسماع أحبتي في الله، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر منها بغير قصد وعمد بل وهي مضطرة لإظهاره رغما عنها، ألا وهي ظاهر الثياب. فإن الثياب على بدن المرأة زينة، وأي زينة؟ إلا ما ظهر منها ظاهر الثياب. وحتى لا نتهم بأننا نتعكف في ملء أعناق الآيات ليا، فتعالوا بنا إلى صحابي جليل علم من أعلم الصحابة في كتاب الله جل وعلا، ما من آية نزلت إلا وهو يعلم على حد قوله متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية؟ والإسناد صحيح إن شاء الله جل وعلا. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الثياب. هذا قول ابن مسعود. قال الثياب زينة المرأة الظاهرة، الثياب. وهذا الإسناد إسناد صحيح. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في أنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس: الوجه والكفان. فإسناده إلى ابن عباس لا يصح بحال كما هو معروف لعلماء الحديث وعلماء التحديث، لا يصح إسناده بحال إلى ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن هذا الأثر المروي عن ابن عباس ورد من طريقين. الطريق الأول رواه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، والطريق الثاني أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى. فتعالوا بنا لنقف مع هذين الإسنادين لنتعرف على صحتهما من عدمها، حتى يتضح لنا أن هذا القول لا يصح إسناده بحال إلى ابن عباس رضي الله عنهما. أما الطريق الأول وهو الذي أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في التفسير، هذا لا يصح بحال، إنه إسناد ضعيف جدا، بل هو منكر، لأن في رجاله مسلم الملائي الكوفي، لأن في سنده من رجال السند مسلم الملائي الكوفي. قال فيه البخاري تكلموا فيه، قال فيه الحافظ الذهبي ضعفوه، قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، قال يحيى بن معين ليس بثقة، قال النسائي مضروب الحديث، قال الحافظ الذهبي مضروب الحديث. اذا الاسناد بهذا الطريق لا يصح بحال كما هو معلوم لكل علماء الحديث. اما الاسناد الاخر الذي اخرجه الامام البيهقي فهو ضعيف جدا ايضا لبعض راويين من رجال سند هذا الطريق. الاول هو احمد بن عبد الجبار العطاري، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، وقال فيه الحافظ الذهبي ضعيف، وقال فيه مقيم كان يجلس. اما الرجل الثاني فهو عبد الله ابن هرمس ابن مسلم
عبد الله ابن هرمز ابن مسلم ابن هرمز. وقال فيه الحافظ الذهبي في التقريب الضعيف، وقال فيه الحافظ ابن حجر، وقال فيه الحافظ الذهبي ضعفه ابن معين والنسائي. اذا ايها الاحباب، الاسنادان لا يصحان بحال، لا يصح ان يحتج بهما في المتابعات والشرائط، فضلا عن ان يحتج بهما عالما في امر من الامور الواجبه كما هو معلوم لكل طالب علم مبتدئ في علم الحديث. اذا ايها الاحبه، لا يصح الاسناد الى ابن عباس رضي الله عنهما لانه سطر الزينه الظاهره بالوجه والكفين، ويؤكد صحه ذلك ما ذكرته في اول اللقاء حينما فسر ايات الاجناء بقوله: امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن لحاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجنابيب ويبدين عينا واحده. اذا الزينه الظاهره هي السياسه، وهي ما يظهر من المرأة من غير علم وعلى حين غفلة من المرأة، ومن علم أحوال النساء لعلم ذلك جيدا. إذا هبت ريح فتكشف وجه المرأة، أو اضطرت المرأة حين شرائها وبيعها لأن تكشف عن وجهها البضاعة، فنظر رجل حلفة إلى وجهها على حين غفلة منها، هذه سنة تظهر من المرأة من غير عمد ومن غير قصد، وهي بإذن الله لا تؤاخذ عليها بدليل دور الله جل وعلا، ولا يبدين دينتهن إلا ما ظهر منها. الموضع الثاني في الآية هو قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأوضحنا ذلك بأن ضرب الخمار على الوجه وتغطية الوجه بدليل حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم: فخمرت وجهي بجلبابي. وبدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نخمر وجوهنا، كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات، وكنا ننتقض بغي ذلك في الإحرام. والحديث رواه مالك، وصححه الإمام ابن خزيمة، وصححه الإمام ابن حبان، ورواه الحاكم في المستدرك من طريقه، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخرجا، وقاله الإمام الذهبي على ذلك في التوحيد. ويؤكد ذلك أيضا قول فاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى الذي أشرت إليه آنفا، قالت: كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. والأثر رواه الحاكم في المستدرك أيضا من طريقه، وقال: صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وأقره الذهبي على ذلك. إذن أيها الأحبة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المفهوم من باب الخمار هو أن تضرب المرأة الخمار من رأسها أو من على رأسها على وجهها، وما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تغطي العصر. وقال الحافظ في تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة لأنه يصدر وجهها. أن الموضع الثالث في هذه الآية هو قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قلنا: ان كان الاسلام قد حرم على المرأة ان تضرب الارض برجلها خشية ان يفتتن الرجال بسماع صوت خلقها، فبالله عليكم هل يحرم الاسلام على المرأة بذلك ثم يبيح لها ان تكشف وجهها الذي قد امتلأ نضارة وجمال وحسن وتجميل وتزيينة؟ اي الفتنتين اعظم، فتنة الوجه ام فتنة القدم؟ فتنة الوجه أم فتنة القدم؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد. ورحم الله من قال: إن الحجاب الذي نبغيه مكرمته، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمته، لكل مسلمة ما عادت ولم تعد، نريد منها احتشاما، عفة، أدبا، وهم يريدون منها قلة الأدب. يا رب انت لها عزم لها ادب، فاقت رجالا بلا عزم ولا ادب، ولا لقد حدثات لا حياء لها وان تحلت بغال الماء والذهب. ان الحجاب عفه، ان الحجاب مكرمه، ان الحجاب كرم، ان الحجاب مروءه، ان الحجاب ايمان، ان الحجاب طاعه، ان الحجاب امتثال لامر الله وامتثال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ايتها اللؤلؤه المكنونه المسلمه، ايتها الاردن المقوله الغالبه، والله ما نريد لك الا العفه، والله ما اراد الاسلام لك الا الكرامه.
عنك الحجاب فتنتهي. سني جمالك، سني جمالك ان اردت كرامه. فالناس حولك كالذئاب الاول. سني جمالك ان اردت كرامه. فالناس حولك كالذئاب الاول. الى الله. فالذئاب الاول خاصة في زمان قل فيه الإيمان وقل فيه الورع وقل فيه الصبر وقل فيه التقوى. وإلى الله المشتكى والله المستعان. وأكد في هذا القدر من الأدلة القرآنية يا أحبتي في الله أن الأدلة النبوية أيضا فهي كثيرة ولله الحمد والمنة. والله لو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مالك في الموطأ والإمام الترمذي في السنن وقال حديث حسن صحيح ورواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقض المرأة المحرمة ولا تلبس القراصة. لا تنتقض المرأة المحرمة أي التي أهلت بالإحرام من حج أو العمرة. لا تنتقض المرأة المحرمة ولا تلبس القراصة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دل هذا الحديث على أن النقاب والقراصتين كانا معروفين لدى النساء اللاتي لم يحرم. وأظنه واضح جدا. لا تنتقد المحرمة. إذا غير المحرمة كانت منتقدة. وكانت في الأصل منتقدة. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في حال إحرامها أن لا تنتقد. وليس معنى ذلك أن لا تستر المحرمة تسكن أي زوج من رأسها على وجهها. هذا هو الذي نهيت عنه وهذا هو الذي أمرت به. وفي الحديث الذي رواه احمد والبيهقي والدار قطني وغيرهم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كنا كان الركبان اي الرجال الذين يركبون الدواء كان الركبان يمرون علينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذونا اي اقترب هذا الركب منا وفيه من الرجال من فيه. فاذا حاذونا سدلت احدانا جلدانها من على راسها على وجهها فاذا ما جاوزونا كشفنا. والحديث للامانه بذاته ضعيف. وله شاهد قوي من حديث أسماء وحديث فاطمة بنت المنذر اللذين ذكرتهما آنفا. والحديثان الأول رواه مالك في الموطأ وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح والحاكم من طريقه في المستدرك وقال صحيح على شرط الشرطين وأخرجه الذهبي. والآخر رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الذهبي. أما أحاديث المخطوبة أو أحاديث النظر إلى المخطوبة فهي الحمد لله احاديث صحيحه ذكروا فيها الاول كحديث محمد بن مسلمه والمغيرة بن شعبه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. وهذه الاحاديث ايها الاحباب تدل على ان الخاطب كان يتكلف مشقه وعناء في النظر الى وجه مقصودته. وهي تشير ايضا للخاطب ان ينظر الى وجه مقصودته كاخبر منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا الحديث يقول في كتابه قال صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. ان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال جابر بن عبد الله فخطبت امرأة او جارية بنفس الحديث فخطبت جارية فكنت اتخطأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها وتزوجتها. يقول علماؤنا
وكانت المرأة في هذا الزمان تخرج متبرزة ممتحلة متزينة متطيبة متعطرة، ما تكلف الرجل مشقة في ان يختبئ لينظر الى وجه مقبضته، بل ما عليه ان يمشي الى جوارها في الشارع ليرى منها كل شيء كما نرى في زمننا هذا، وانا لله وانا اليه راجعون. وهكذا ايها الاحباب، ان من لم يمت انصافه في قلبه ومن لم يعنى بذلك قلبه وعقله لا يحتاج الى صد هذه الادله ولا الى كل هذه الادله، وانما هو لفطرته النقيه الطيبه، فيعلم علم اليقين ان اصل الفتنه واصل الجمال في المراه هو رجلها، وليعلم علم اليقين ان حجاب المراه شرف لها قبل ان يكون شرف وكرامه لافراد المجتمع. فيا ايها الاخ الكريم، عليك بزوجتك وعليك بابنتك وعليك باختك، وانت ايتها الاخت الفاضله الكريمه اتقي الله جل وعلا، واعلمي ان في الحجاب الشرف والعزه والمنعه والكرامه وخير الدنيا والاخره. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الثواب. يبقى لنا بعد ذلك ايها الاحبه ان نتكلم عن عنصرين اخرين من عناصر هذا اللقاء، الا وهما شروط الحجاب الشرعي وبعض الشبهات والرد عليها، بعض الشبهات والرد عليها. وسوف ارجو هذا الحديث عن هذين العنصرين الى ما بعد جلسه الاستراحه لاشير اليهما في عجاله سريعه، واسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ولكم صالح الاعمال، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فيا ايها الاحبه، اما عن شروط الحجاب الشرعي، حتى تعلم المراه انه ليس كل ثوب تستطيع ان تخرج به من خارج البيت، للحجاب الشرعي شروط، فلتتعلمها كل امراه. اما الشرط الاول هو ان يكون الحجاب او الشرط ساترا لجميع البدن، فلا يجوز بحال ان تغطي المراه راسها وان تغطي المراه بدنها، ثم يكون الشرط مستورا لظهر قدميها او لظهر ساقيها، ومن هم من تتفنن في ذلك لستر هذا الجزء الباقي من اسفل، فتلبس حذاء ضربه طويله لتستر هذا الجزء، ثم تدعي وتزعم انها محجبه. الشرط الثاني ألا يكون الثوب زينة في ذاته، ألا يكون الثوب زينة في ذاته، ألا تلفت المرأة الأنظار إلى ثوبها بألوان الفاقعة التي تلفت الأنظار وتجذب الأمراض، فلا ينبغي أن يكون الثوب في حد ذاته زينة، لا ينبغي أن يكون معطرا حتى يلفت إليه الأنظار، كما سمعنا أن هذا شرط مستقل من شروط الحجاب الشرعي. ثالثا ان لا يكون الثوب شفافا، بل يجب ان يكون الثوب شقيقا اي سميكا حتى لا يشد بدن المرأة او ما تحته. ومن النساء من تلبس ثوبا شقيقا اي سميكا وتأتي على مكان بمحاذاة الصدر او على الذراعين وتلبس ثوبا شفافا يظهر ما تحته، وهذه هي قمة الفتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره، صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما قال عليه الصلاه والسلام ونساء جاثيات عاريات. وهذا وجه من اوجه التفسير لهذا الحديث، ان تلبس المراه ثوبا شفافا يظهر ما تحته، جاثيات عاريات. اما الشرط الرابع هو ان يكون الثوب ضيقا، لان الثوب الضيق من اعظم الفتن ومن اعظم شهاب الشهوات، لان الثوب الضيق وان كان صديقا وسميكا لا يجد فانه يبين حجم عظام المراه، وهذه من ضمن الفتن التي ترسل بها النساء اللائي يلبس مثل هذه الثياب الضيقه الى قلوب الشباب وقلوب الرجال، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايضا من الشروط، وهذا بايجاز ايها الاحباب، ايضا من الشروط ان لا يكون الثوب مبخرا او معطرا او مطيبا، وهذا بطبيعته هو الثوب الذي تخرج به المراه الى الشارع، ان الاسلام يامرها بان تتعطر وتتطيب وتتزين لزوجها في داخل بيتها، وان همت بالخروج فلا يجب ان يكون الثوب معطرا، لان العطر من انصف وسائل المخاطره بين الرجل والمراه، كما اوضحت قبل ذلك انفا، والحديث رواه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت احداكن الى المسجد
فلا تقرب النصيبة. فما ظنكم اذا خرج الى الاسواق والشوارع والطرقات؟ والحديث الذي رواه النبي وقال حديث حسن صحيح من حديث ابي موسى الاشعري انه صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه استعطى فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها ريحها فهي كذا وكذا اي ثانيه وكل عين ثانيه اي وكل عين تنظر اليها بشهوه فهي ثانيه واثبتنا ان العينان تجنيان ان العينين تجنيان وكلاهما النظر. ايضا من شروط الحجاب الشرعي ايها الاحباب أن لا يكون ثوب المرأة لباس شهرة. أن لا يكون الثوب ثوب شهرة. وأن تلبس المرأة ثياب عاليا جدا في السماء ليصار إلى ثوبها بالبنات ويقال إن فلانة بنت فلان تلبس من الثياب ما قيمته كذا وكذا. هذا ثوب شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني وحسنه الإمام المزري في الترغيب والترهيب أنه صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوبا ذلة يوم القيامة ثم ألهب عليه نارا. ولا يشترط بالضرورة أن يكون ثوب الشهرة غاليا وإنما من الممكن أن يكون ثوب الشهرة رخيصا جدا يلبسه الرجل ليظهر التواضع وليظهر المسكنة وليظهر الجنة وهذا من ثوب الشهرة أيضا. كذلك المرأة من الشروط الأخيرة لسبب الحجاب الشرعي أن لا يشبه ثياب الرجل. أن لا تتشبه المرأة في لباسها أو حتى في صوتها أو حتى في مشيتها بالجزاء. ورسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا ملعون على لسان رسول الله وهذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبس الرجل والرجل يلبس لبس المرأة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المرأة التي تريد أن تظهر كرجل بل وهي تسعد بذلك ان يشير اليها بذلك هذه ملعونه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اي الرجل الذي يتشبه المراه رجل مخنث يتكسر في مكنته ويتغنج في غفوه وينكس من الثياب ما لا يليق ان ينتصر الا ان تنتصر الا المراه هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الاخير ايها الاحباب هو ان لا يشبه ثوب المراه لباس الكافرات. وهذه من النكسات النفسية التي أصبنا بها حتى أصبحت المسلمة تقلد الكافرة في كل شيء حتى في قصة شعرها. وهذه من الهزيلة النفسية التي أصابت قلوب كثير من النساء. لا يجب على المسلمة أن تقلد الكافرة في شيء أبدا. وفي الحديث وفي جزء من الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث حسنه شيخنا الألباني حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وصححه الحافظ العراقي من تشبه بقوم فهو منهم. هذه بعض الشروط لإجازة أيها الأحباب. يبقى بعض الشبهات والرد عليها في كلمتين اثنتين. الحديث الذي يستدل بها بعض العلماء الذين يقولون بجواز كشف الوجه ونحن نحسن الظن بهم ولا نتهمهم والعياذ بالله وإننا من باب نحن نحب شيوخنا وعلماءنا ولكن الحق أحب إلينا منهم. يستدلون بحديث أسماء الذي رواه أبو داود والبيهقي من حديث خالد بن ضريح عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب مرقاة أو رقيقة فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث كما هو معروف لكل طالب علم مبتدئ في علم الحديث لا يصلح بحال من متابعات والشواهد ولا يحتج به أبدا لأن به ثلاث علل من علل الحديث القادحة. العلة الأولى أنه حديث مرسل من خالد بن دريد عن عائشة لأن خالد بن دريد لم يدرك عائشة رضي الله عنها وخالد من أتباع التابعين ومعلوم لكل علماء الحديث أنه لا يحتج بحديث مرسل بل ومنهم من قال لا يحتج إلا بحديث مرسل كبار التابعين فقط كسعيد بن مسيد وغيره وخالد من أتباع التابعين. أما العلة الثانية فتيه سعيد بن بشير الأزدي
من رجال هذا الحديث وهو ضعيف كما ضعف الحافظ الذهبي وكما ضعف الحافظ ابن حجر في التقريب. ومن رجال هذا الحديث ايضا قتادة وهو مدلس. فبالله عليكم حديث انقطع فيه السند مرسلا ضعيف فيه ضعف في رواته وفيه تدليس. فعند كل طالب علم مبتدع يعلم علم اليقين ان هذا الحديث لا يحتج به ولا يصلح ابدا للمتابعات والشواهد. كنت اود ان احمد معظم الشبه الباقيه ولكن ان في هذا كفايه وان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ورحم الله من قال فلا تبالي بما يلقون من شبه. نداء الى المسلمه الطاهره فلا تبالي بما يلقون من شبه. وعندك العقل انت العلم يستجري تليه من انا ما اهلي لمن نسبي من غرب ام انا للاسلام والعرض تليه لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله ام لدعاة الاثم والكبر لله ام لدعاة الاثم والكبر. فيا ايها الاحباب ويا ايها الاخوات اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الصواب وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه انه ولي ذلك مولاه. ومعذره لكم لان قد اطلنا عليكم اليوم وتطويلا كثيرا اسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم وميزان اعمالكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واسأل الله جل وعلا ان يطهرنا واياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم بارك في حكام المسلمين وفي نساء المسلمين وفي شباب المسلمين. اللهم قيض لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. انت ولي ذلك مولاه. هذا واكثر من الصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما امركم الله جل وعلا بذلك في قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق سل الله وحده وما كان من خطر او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه واقم الصلاه.